السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة about how to acquire evidence-based response. طبعا هذه المحاضرة راح تعطينا في الخطوط العريضة التي على أساسها نعرف كيف يكون الإجابة حقتنا تعتمد على evidence-based medicine، واللي يميزنا عن غيرنا في قبل الآخرين للإجابة اللي إحنا نعطيها لهم. As we know, the knowledge increases and technology for accessing information becomes widely available. كل الناس الآن متاحة لهم تقنية المعلومات. Healthcare professionals are expected to stay current in their fields of expertise and to remain competent throughout their careers. لذلك نتوقع من healthcare provider أنهم يكونوا أكثر الناس خبرة أو أكثر الناس استحداثا لمعلوماتهم الطبية والدوائية عند تقديمها للكاستومرز. Evidence-based strategies can help physician, pharmacists and other healthcare providers to distinguish reliably beneficial pharmacotherapies from those that are ineffective or harmful. فائدة الevidence-based أن يخلي healthcare provider قادرين على أنهم يميزوا المعلومة المهمة علاجيا والصحيحة من تلك الغير مهمة أو المؤذية أحيانا. ما هو الـ Evidence-Based Medicine؟ حسب تعريف اتمنان، هو عرف الـ Evidence-Based Pharmacotherapy واللي يعني نحن كصيادلة is an approach to decision-making whereby clinicians appraise scientific evidence and its strength to support their therapeutic decisions. هو عبارة عن اسلوب لأخذ القرار والذي به يقوم الممارسين الكلينيكيين بانتقاد المعلومات الطبية وقوتها حتى يستخدموها في قراراتهم العلاجية. والإيفيدنس بيس ميديسين يدمج انتجريتس النولج فروم ريسيرش، يدمج المعلومات من الأبحاث مع العوامل الأخرى مثل الخبرة مثل المهارة العلاجية في صنع القرار العلاجي. The expertise and experience of the clinician are crucial in determining whether the external evidence applies to the patient's disease. تذكر في المحاضرات السابقة إيش قلنا؟ قلنا الـ external evidence أو الـ external validity هل هي تنطبق على الـ patient حقينا ولا لا؟ فيقول لك الخبرات وخبرة الكلينيكيين الممارسين مهمة جدا عشان تحدد هل هذه النتائج اللي طلعت من الأبحاث تنطبق على الـ population حقنا ولا لا؟ هنقدر نستخدمها في خططهم العلاجية ولا لا؟ Non-medical factors affect decision making such as patient preference. أحيانا في عوامل أخرى تأثر على أخذ القرار مثل تقدير المريض، أنا ما أفضل أني أخذ حقنة أبغى حبوب أو استخدامه، معلش أنا أبغى أخذ حقنة بس مو الآن مستعد، يعني استعداده للتناول مو الآن، أعطوني شهر. أو أحيانا قيم المريض، أنا والله علاج مخلوط بالبورك ولا بشيء من الكحوليات أنا ما أبغى أستخدمه. ففي أشياء أخرى تحدد الخطة العلاجية غير الأشياء العلمية. Claims and defenses، الأشياء الادعاءات وما يرد عليها. البعض كان يقول إنه الإيفيدنس بيس ميديسن فقط ما يعتبر شيء في الدنيا إلا راندوماز كلينيكال ترايلز، لو ما في راندوماز كلينيكال ترايلز خلاص الباقي ما يعتبر شيء. هذا كلام ما هو مظبوط. هو صح الإيفيدنس بيس ميديسن يعتمد على راندوماز كلينيكال ترايلز في التأكد من فعالية وسلامة علاج، ما احنا قلنا الكلينيكال ترايلز في الإفيكاسي والسيفتي، لكنه في قرارات أخرى تعتمد على أنواع أخرى من التجارب. طبعا هو evidence based medicine seeks the best existing evidence from basic science to clinical research to inform clinical decisions. يعني أحيانا ما في clinical trial خلاص ما أخذ قرار، لا أرجع طبيعة الدراسات اللي قبل وقبل وقبل لغاية ما أوصل للهدف اللي أنا أبغاه. Decision about accuracy of diagnostic test، لو نبغى نتأكد من دقة diagnostic test ما ناخذ randomized control trial، ناخذ cross section study. لو نبغى نتأكد من أو نجاوب سؤال على البروجنوزس ناخذ cohort study، ما هو randomized clinical trial. فهو مو دائما randomized clinical trial هي the only solution or the only answer. And selecting treatment، لو تختار علاج randomized control trial مثل ما قلنا هي اللي تعطيك accurate estimate of efficacy والsafety حق هذا العلاج. ما هي قيمة الراندومايز كنترول ترايل؟ قيمة الراندومايز كنترول ترايل confirm the value of many therapeutic options today. أحيانا عندنا كثير من الخيارات العلاجية، فهي تؤكد لك على قيمة خيار معين من العلاجات يناسب مريض.
وأحيانا تنفي أو توضح عدم فائدة علاج آخر، فهذه فائدة الراندومايز كنترول ترايل. فور اكزامبل، خلينا نقول بعض الأمثلة اللي تدعم هذا الكلام. مثلا نقول عام 1970 الدراسات الملاحظية الأوبزرفيشن ستاديز أشارت إلى أن هناك تصاحب أو تزامن بين حدوث بريماتور فنتريكولر كونتراكشن في المرضى اللي يتعرضوا لميوكارديال انفاركشن ويصير معهم سدن ديث. يعني مريض يصير عنده مايوكارديال انفاركشن بعدين يتعرض لبريماتور فنتريكولر كونتراكشنز ويصير عنده سدن ديث. هذا اكتشفوه، جاك المريض اصيب مايوكارديال انفاركشن، صابوا بعد كذا بريماتور فنتريكولر كونتراكشن، صار عنده سدن ديث. هذا في اوبزرفيشنال ترايل. فنتيجه لذلك تلاقوا في الكتاب اللي هو اسمه هاريسون اوف انترنال ميديسن الطبعه الثامنه انهم نصحوا يستخدم انتي اريثميك ايجنت عشان نوقف البريماتور فنتريكولر كونتراكشن اللي تحصل بعد الام اي، ولما نوقفها او نمنعها بذلك نقلل من حدوث الموت المفاجئ. هذا كان اعتقادهم، قالوا عندنا في ام اي يصير بعده يحصل عند البيشن بريماتور فنتريكولر كونتراكشنز، فمحتاجين نعطي انتي اريثميك عشان نوقف البريماتور فنتريكولر كونتراكشنز. لكن التجارب الكلينيكيه للراندومايز كنترول ترايل تستد الانتي اريثميك ثيرابي في هذول البيشنت، ولقوا بالعكس كلاس 1 انتي اريثميك يزيد الموت بدل ما يقلله. فبعد كده بسبب الراندومايز كنترول ترايل اكتشفوا انها قاعدين تضر الناس مو قاعدين يفيدهم، فعشان كده غيروا وصارت الجايد لاين لا تشجع على انك تعطي انتي اريثميك ايجنتس للبيشنت اللي عنده بري فنتريكولر بريماتور فنتريكولر كونتراكشنز بعد حادثات الام اي او المايوكارديال فراكشر بتصيبهم. في انذر جايد لاينز كانت عام 1996 استخدمت فور مانجمنت اوف بيشنت وذ اكيوت ام اي، قالت انه الاوبزرفيشن ستاديز، طبعا الجايد لاينز هذه اعتمدت على ايش؟ اعتمدت على انه الاوبزرفيشن ستاديز انديكيت ذات استروجين ثيرابي، انه استخدام الاستروجين حيقلل من المورتاليتي من الوفاه في النساء اللي يصيبهم سيفير او مودريت كورونري ديزيز. يعني اي مرأة عندها كورونري ديزيز مودريت او سيفير خلينا نعطيها استروجين عشان نقلل المورتاليتي. هذا حسب اوبزرفيشن ستادي. لكن الراندوماز كنترول ترايل قالت انه ما هو مزبوط هالكلام، ما لقينا اي تقليل في حصول الوفاة او يعني في تقليل الكورونري ايفنت لما نعطي الاستروجين ثيرابي لهذولا النساء. بالعكس لقوا انه كثير من الكورونري ايفنت تصير في اول سنة مع النساء اللي استلموا الاستروجين ثيرابي. فاذا قالوا وقفوا هذا الكلام، فعشان كذا الريزلت اتغيرت حسب الراندومايز كنترول ترايل. فقالوا on the basis of finding of no overall cardiovascular benefit، ما في overall cardiovascular benefit and a pattern of early increase in risk of coronary events starting estrogen plus progesterone is not recommended for purpose of secondary prevention for coronary disease. فوقفوا بدل ما احنا قاعدين نعالج في الناس نعتقد ان احنا نعالجهم احنا قاعدين نضرهم. في شيء اسمه comparative effectiveness research. ايش يعني comparative effectiveness research؟ يعني هو عبارة عن systematic research. ايش systematic؟ ماذا نقصد بكلمة systematic؟ systematic هو عبارة عن بحث ممنهج منظم، يعني يبدأ خطوة اولى لا ينتقل للخطوة الثانية، ما يخلصوا الخطوة الاولى بعدين من الخطوة الثانية ما يروحوا للثالثة لا يخلصوا الثانية. فشيء منظم compares the effectiveness، هذه السيستماتيك ريسيرش او البحث الابحاث المنظمه هذه او الممنهجه كانت تقارن بين، طبعا ايش الفرق لما نقول بين effectiveness و efficacy؟ ايش الفرق بينهم؟ anyways الافكاسي والافكتيفنس هي متى انت تطلق هذه العباره حسب السيتنج حق الترايل. في الكلينيكال ترايلز لما تكون ال سيتنج ايديال نقول افيكاسي اوف تريتمنت، لكن الافكتيفنس لما نكون نستخدمه في ريال وورلد. ف افكتيفنس اند بينيفيتس اند هارم اوف تو مور كرنتلي افيلبل ثيرابيوتيك اوبشنز، الحين انا عندي تو ثيرابيوتيك اوبشنز استخدم دراج اي ولا دراج بي. فعاده السيستماتيك ريسيرش
مفيده جدا ك comparative effectiveness research في تحديد اي خيار علاج احنا نستخدمه. The evidence based comparative information that result from comparative effectiveness research help to answer question which treatment or device work best for which patient. يعني عندي patient معين ب circumstances معين، عندي خيارين من العلاجات ما اعرف ايهم استخدم. فدائما هذه type of research اللي هم يسموها CER guides us to which therapeutic option you can use. The essence of CER is not only about comparing head to head. هي لا تقصد فقط مقارنة اللي هي head to head study or indirectly several therapeutic options, but in distinction between efficacy and effectiveness. Okay? الـ efficacy مثل ما قلنا هي فقط في الـ placebo control trial، في التجارب أثناء لما نكون حاطين تجارب في الـ ideal environment. لكن الـ effectiveness لما نحطها في الـ real life و real world نشوف إيش الفعالية الدواء.